بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلهي ورد ذكره في القرآن الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة في يوم الجمعة يقضي الله له 100 حاجة، منها 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنيا، ويوكل الله له بذلك ملكا يدخله في قبره كالهدايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي صلاة في الدنيا. من صلى علي 100 مرة في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له 100 حاجة، 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنيا، ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله في قبره كما يدخل عليكم الهدايا. يخبرني من صلى علي باسمه ونسبه إلى عشيرته فأثبته عندي في صحيفة بيضاء. ومن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفي الله همومه ويغفر له ذنوبه. عن عبد الله عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلث. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل صلاتي كلها. قال: تكفى همك ويغفر ذنبك. وأسهل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت فيها أن الصحابة رضوان الله عليهم اهتموا أن يعرفوا صيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورد في صحيح البخاري: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضلها، فهي مفتاح الخيرات ومرقاة الدرجات وسبب السعادة في الدنيا والآخرة، فيها تطهر النفس ويسلم القلب وينجو العبد ويغفر له ذنوبه. أحبتي في الله، يؤجر المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 حسنات ويرفع 10 درجات ويغفر له 10 سيئات، وتكون صلاته سببا في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكفيه الله ما أهمه، وتصلي الملائكة عليه. والصلاة على النبي هي امتثالا لأمر الله تعالى، وهي سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا استفتحت واختتمت بها، وتنقذ المسلم من صفة البخل، وهي سبب من أسباب طرح البركة، وهي سبب للثبات عند المرور على الصراط يوم القيامة، وهي تقربا إلى الله، وبها تنال المراد في الدنيا والآخرة، وتفتح بها أبواب الرحمة، وهي سبب لدفع الفقر، وهي دليل صادق وقطعي على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال العز بن عبد السلام: ليست صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة منا له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم علينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء. فهنا أرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه، لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه إلينا وأفضاله علينا. قال الإمام الشافعي: استحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، ويزداد الاستحباب أكثر في يوم الجمعة وليلتها. وعن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وصلوا علي، فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم انفعني وإياكم بما قدمت، اللهم اجعل عملي هذا من العلم الذي ينتفع به بعد مماتي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.